ليش بحكي دائما لازم نحكي مع بعض ونعرف لغة الآخر؟ ها نعرف شو النمط. ليش عم بحكي بالأنماط هلا؟ حتى نعرف أنماط بعض ونعرف كيف نقدر نحكي مع بعض. يعني هلا الأزرق صار عارف شو هو النمط، الأصفر خاصة المتابعين الطيبين عارفوا إنه هذا بيواجه، وإنت بتعرف حالك بتنتقد. ما ضروري تنتقد هيك، ممكن الانتقادات في إلى أساليب مختلفة تقدر تجيبها بأسلوب يكون جيد. وإذا المرأة لابسة لبس حلو وجميل وكذا، وهي من النوع الأصفر حابة تكون الساك، بقوله الساك يكون مزبط على الفستان، البروش اللي بنحط هون أو الهاي والعطر والمكياج، يجي يعطيها كلمة صادقة و يعني كومبليمنت جميل، بتصير تعبدوا للرجال. يعني هاي الأمور قديش هي صغيرة وقديش بتأثر في القلب وفي النظرة للأزواج.